وأيضا قصيدة ترحيبية تلقيها على مسامعكم أخوكم فارس بن جار الله العلي. مساكم الله بالخير جميع. يا مرحبا يا مرحبا، هلا يا مرحبا بضيوفنا أهل المدح وأهل الكاف، صناديد الرجال اللي مواقفها تجملها، رجال طيبهم مشهود واضح ما عليه غبار، تبرهن الفعول ولا أحد يجهل فعايلها. وقفت ارحب بحفلة رفيع الشان والمقدار، وسعود بن جار الله قاوي الطيب يصلها، وباسمي وباسم ابوي واخواني وربعي فرحة الخطاء، اللي اجار الزمن واخلى مزابهم واكملها، تراحيب وفية وصادقة واشمل بها الحفظة، فخص عتيبة وتثنى على كامل قبايلها. وما دام اني وقفت الماقف اللي يلفت الانظار، وانا اقول الحقائق من بحث عنها يحصلها، وصناديق الكنوز المقفلة تلقى وراها اسرار، اللي حصلت مفتاح القفور اللي تقفلها، وكنوز اهل الحكم واهل التجارب في ألسن الشعار، وكم من شاعر يلبس ثياب ما يفصلها، خذا من منهج العراف مقباس يشب النار، ورفع مقدار شعره لاصدق الاشعار واجزلها، وغياهيب البحور المظلمات تعجز البحار، وتغرق مركبه اليسار ما يعرف يعاملها، وكل يعشق الياقوت والمرجان والمحار، لكن من دون اخطار المتاهات وهوايلها. هذا موجز خبر ويعوض في بعض الطوال قصار، وترى فرق الجمال حمولها يلي يتحملها، وصلى الله على محمد عدد ما هلت الامطار، وعسى الله ينصر اللي ينصره وعداه يخذلها، وسلامتكم والله يحيي.